السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. إخواني الكرام، عايزكم تركزوا معايا لأن أنا جمعت شوية رؤى كده أو مجموعة من الرؤى والأحلام الخاصة بقضية البئر، لأن كتير سألوني أو تركوا تعليقات عن قضية البئر. طبعا في أحلام متفرقة جمعتها كلها وحطيتها في اللقاء بتاع النهاردة. قضية السقوط في البئر، وطبعا الكلام على فكرة ما فيهوش تخصيص لحد، للكل، أي شخص، متزوج غير متزوج، امرأة حامل، أرملة مطلقة، للكل. قضية السقوط في البئر، لو أنا شفت إن أنا بقع في بئر، السقوط في البئر يدل على المال ويدل على العلم. بس خلي بالك كمان شوية هذكر لك لو إن البئر فارغ أو إن البئر مليء بالماء، لأنها تفرق. لكن مبدئيا السقوط في البئر حاجة كويسة، ما تخافش، رؤية مش مذمومة ولا حاجة. لكن قال بعض المفسرين السقوط في البئر عموما يدل على المكر والكيد من أحد الأشخاص المقربة منك. ترى إيه تاني؟ يعني ابن سيرين قال لا، الوقوع في البئر يدل على المال والعلم. بعض الأئمة المفسرين برضو دول عظام كبار زي الإمام النابلسي أو الإمام ابن شاهين، قال لا، ده الوقوع في البئر يدل على المكر والخداع، طبعا مشهورة لقصة سيدنا يوسف عليه السلام. وقال آخرون لا 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 لا، ده الوقوع في البئر ده يدل على السجن، إن أنت شخص هتسجن. لكن عموما كل إنسان على حسب حالته. يعني مثلا واحد ماضي على شيكات أو كمبيالات وشاف الرؤية، هيتسجن بالرؤية. هنا الرؤية هنا بقت سجن. واحد تاني مقدم على انه يتفوق مثلا في الدراسة وبيحضر ماجستير، وبعد الماجستير عاوز يبقى دكتوراه، الرؤية هنا علم. واحد وهكذا. يبقى كل واحد على حسب حالاته. وانا دايما اقول ان اختلاف الرؤى بتنفعنا، لان اللي يمشي معايا ما يمشيش معاك، وممكن تكون الرؤية واحدة. ندخل على قضية حفر البئر. بالنسبة حفر البئر للأعزب زواج من امرأة ذات منصب وجمال وعندها مال، كمان حفر البئر للشاب الأعزب والبنت العزباء كذلك. أما بالنسبة للمتزوجين، حفر البئر يدل على الخداع والمكر من أحد الأشخاص زي ما ذكرت لك في البداية. طيب قضية الشرب من البئر يدل على الحصول على مال، يدل الحصول على مال. البئر القديم يدل على السمعة والسيرة الحسنة، رؤيته فقط، إن أنا شفت بئر قديم. طيب رؤية فيضان الماء من البئر، المية صعدت حتى وصلت على أطراف البئر وبدأت تنزل منه، فيضان الماء من البئر يدل على المال الذي سوف تحصل عليه، ولكن بعد تعب، ولكن بعد تعب. السقوط في البئر يدل على المصيبة والكارثة، يدل على السقوط في البئر، السقوط في البئر على المصيبة أو الكارثة. ده بالنسبة على رأي من قال إن السقوط في البئر ده شيء غير محمود ومذموم، عشان بس مبقاش كلامنا بيضرب بعضه. لا، انا بذكر جميع الاراء علشان خاطر يبقى في توسع في الكلام. رؤيه ماء البئر صافي، انا شايف بئر الميه اللي فيه جميله وصافيه وعذبه، تدل على طول العمر والرفاهيه، تدل على طول العمر والرفاهيه. طيب لو شفت في المنام البئر في المنزل في البيت يدل على الربح والمال. شفت البئر في الطريق يدل على زوال الهموم. رؤية بئر زمزم يدل على الهيبة والشأن العظيم والمكانة العالية، وقيل استجابة لدعاء. رؤية بئر زمزم. رؤية أحد يدفعك لكي تقع في البئر، تدل هذه الرؤية على القلق والتوتر اللي انت بتعيش فيه وقت رؤيتك لهذه الرؤية. أما السقوط في بئر فارغ
بدون ماء يدل على المتاعب والهموم. سقوط العزباء في البئر ونجاتها منه تدل على الزواج. فبيت العزباء شافت انها وقعت في البئر وبعدين تسلقت وصعدت. تدل هذه الرؤية على الزواج بالنسبة للبنت العزباء. دي كانت مجموع رؤى جمعتها بالنسبة لقضية سقوط في البئر. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.